السلام عليكم جميعا. كما لاحظتوا اليوم وقعنا تم التوقيع ديال اول اتفاقيه عبر تقنيه الفيديو. اذا اتفاقيه مع زملائنا في مدينه او في جهه بلباو الجهه الباسكيه في اسبانيا. اذا هذه الاتفاقيه هذا غادي تمحور على واحد العدد ديال المحاور. غادي نبداو سميتو لا كولابوراسيون في واحد اولا في المجال ديال السياحه، ثم في المجال ديال الصيد البحري، وغادي نركزوا اساسا على الصيد البحري. ومتى نهضر على الصيد البحري غادي يكون الصيد البحري وكذلك تحويل مواد سميتو منتوج البحر باش نخلقوا يعني قيمه مضافه في الجهه ديالنا. من بعد غادي نركزوا كذلك على ما هو فلاحي وقطاع الفلاحه. اذا هذه المرحله ديال التوقيع غتجي من بعد ان شاء الله في شهر 10، ولا سمحوا لنا ولا العمل لي كونديسيون سانيتير غادي يسمحوا لنا باش نجلبوا دوك الناس يجيو لعندنا لهنا الضيوف ديالنا باش نديروا واحد اللقاء بي تو بي معاهم مع المقاولين ديالهم المقاولات ديالهم باش يجيو نوريو لهم هذا يعني لي زافونتاج ديال هذه الجهه ديالنا. اليوم حضرنا التوقيع ديال اتفاق شراكه بين الغرفه الصناعه والتجاره والخدمات ديال اكادير والغرفه الصناعه والتجاره ديال بلباو، ويعني بحضور ديال معالي السفيره ديال المغرب في اسبانيا والسيده القنصل العام ديال المغرب في بلباو، وحنا كنساندوا كجهه هذا يعني اتفاق التعاون، لان هذا غادي يجعل يعني واحد الاستقبال ديال المستثمرين اللي غادي يجيو من بلباو. كما شفتوا كان عندنا تقريبا نفس القطاعات فاش كنخدموا الفلاحه السياحه الصيد البحري، ويعني وريناهم يعني المؤهلات اللي عندنا في الجهه فيما يخص الاستثمار وفيما يخص التعاون الاقتصادي. وكنتمناو يعني هذا التنزيل ديال مخطط التسريع الصناعي اللي جاب تحفيزات كبيره، تحفيزات وطنيه، تحفيزات جهويه، وكذلك لا زون فرونس اللي عندنا، يعني هذاك الشيء اللي وجدنا باش نشجعوا المستثمرين، يعني باش تبقى الجاذبيه ديال الجهه ديالنا بالنسبه للمستثمرين الاسبانيين. تاتي هذه الاتفاقيه في اطار الانفتاح ديال غرفه التجاره والصناعه والخدمات للجهات شو اسمها في اطار السياسه الجديده اللي تبعتها جامعه الغرف والوزارة الوصية أنها تنفتح على جميع الفعاليات، والآن كتختار جهة شو اسمها الانفتاح على غرفة التجارة لبيلباو لمدينة بيلباو، وهو انفتاح دولي اللي يمكن يعطي آفاق أخرى في إطار تجديد العلاقات التجارية مع الدول الخارجية وخصوصا مع إسبانيا ومع منطقة بيلباو. هذه الأمور كلها تأتي باش أننا نرتقي بعمل الغرف من خلال تهد المشروع أو القانون الجديد اللي داز البارح في البرلمان المغربي اللي يصبو إلى أنه نميو القدرات ديال الغرف التجارية على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الشراكات، وهذا هو الأساس اللي جات منه هذه الاتفاقية ديال الشراكة. وشكرا.